الموصل والعراق أمانة بيد أهله، صح؟ كل راعي مسؤول عن رعيته، هاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة، أهل الموصل، احنا ما نحكي بالعراق، نحكي على الموصل، احنا عايشين بالموصل، صح؟ أهل الموصل المفروض هاي الموصل أمانة بعناقهم، لأنه أجيال أجيالهم، أجيال أجيالهم تحاسبهم، تحاسبهم على الاختيار. وهسه اكو موضوع، يعني هسه بالنسبة للمرشحين، هسه إذا من خارج المحافظة هم مثلا جايين، شنو علاقة بالموصل هو؟ ايش تعني له الموصل؟ ومنو هو؟ يريد كرسي. إيه كرسي عليه، ليش أهل الموصل ما يعرفون هذا عليه الجاي؟ ترى يعرفون حق المعرفة. والله هي كلها ذمم. هي كلها بالذمة. ويسألكم الله سبحانه وتعالى على آية 50,000 اللي تأخذوها. هم طبعا جاي دي قضي مصالحه ودي قضي شغلاته يريده ويأخذه ويمشي. وين؟ براس أهل الموصل وبراس الفقير وبراس الرايح والجاي. تنصح أهل الموصل؟ والله أنصحهم بأنه يصونون الأمانة. التصويت طبعا يصوت للناس الكفوءة، ما نقصد أشخاص، أكو ناس تشتغل، أكو ناس ولاد حلال، أكو ناس والله تخدم المدينة. والله إحنا نريد ابن المدينة اللي الناس تعرفه، يقول لك هذا ابن فلان عائلة، هذا معروف يخدمه للموصل. ما تجيب يعني من خارج الموصل، أحزاب كثيرة صارت هنا بالموصل، إيه. فكل من على قائمته، وابن المدينة يصير مفضل ابن الموصل، لأن ما تعرف أشنو من شيء أبو الأحزاب، أشك وراه ما تعرف. بس هذا الشخص إذا تعرفه ابن المدينة وابن الموصل، تقدر تروح عليه مثلا يستقبلك، ما يسد بابه عليك، ما يغلق تليفونه عليك. الاحزاب الخارجيه يعني هم جايين على مود كرسي وعلى مود منصب وعلى مود اموال، ما جايين يخدمون بلد، بالعكس راح يدمرون البلد، راح يدمرون الاقتصاد، راح يدمرون المستشفيات. هم ما جايين على خدمه، جايين على مود كرسي، واللي جاي ينتخبوهم واللي جاي يدعموهم هم أسوأ منهم. انت ايش تنصح المواطن الموصلي بخصوص الانتخابات؟ لازم ينتخب انسان كان عنده سوابق، ما يجي ينتخب حي الله من كان، ما بس على مود مادة وعلى مود كرسي يجي ينتخب، حي الله كان، يعني لين راح يدمر اقتصاد مال بلد. إذا هو مثلا يخلي كم فلس بجيبه راح يدمر شعب كامل، مدينة كاملة. أنت ضد الناس اللي يتبعون الأحزاب الخارجية؟ أكيد طبعا، إحنا ندعم ولدنا، ندعم ولد محافظتنا، ما ندعم الأحزاب الخارجية.